قرتها أنت وأنا أدفنت بدو الله سبحانه وتعالى سيد الله سكون قصدي وسيد هير كمان تيسوي كارتي كارتي تفاصيل شيء ذي مجري بعد ما لوكسوي لكن ما دام الله سكون قصدي محكمة من الحرة اللي لقيها اللي ما دولة تبع محكمة عالم كإنترناشونال كورت جاستس وحاول أي في عنده إن اللي هو سوى محكمة ضعيفة مركي الكواد ولا ما وضن أي بد بس بري سوى حبس ذي النمر الفرق بذي نيجيريا أي كاميرون بعد كورس سوى حبس ذي أي كورس كورس فرق بذي إريتريا أي ثيوب كورس سوى حبس ذي ماشي بعد ما يجي ذا بيزايد بكا إن اللي سوى ما مهمة هي صدم أي بيرتي واحد دافكي لكن ذلك كان يا بوق بدنا كجرة أباب الشعبية جرة وحاجرة يعني كعن أرمها سمحاء وسببها لا نرد حويا أنكوش وانت أرقي كوي شذالك الصوماليا إن الله صوص صاري قدمها الخليج جيري بيك حقيقيا ما أقلاد لهذا؟ ما أقل روح كاستطيع لهذا ومحين هو أقلين؟ روح كاستطيع لهذا ما أقل محادي ونكفر البنية هشتاب كنت كتير ونكفر البيح وأنا ودى المسكين أو ودى الدوكة سدحادي بيها ملك الخليج في محيصة ما ينكرها مسيء وهو رستاذان كوصة وضع يبيه السدي وأنا ودى المسكين نوي صورة قلنا معها يعني ملك إحصائي وصور قلان يعني أوبك قلان أو كوتر ملوها جاتي وحكستو لهم sidaa ku dar qisbi ku gadi doonaan sifay u dubdubiyaan xag horumarkay u gaaraan la wax dhulka ay ku jiro haba suurtagal leh in adduun dambe la gaaro oo shidaal wax badiilkiisa ee adduunka laga helo oo energy ka duwan energy-ga hadda ee shidaalka ma soo fossil fuel-ka marka nimanka khaliijka siiba sacuudiga ahaado iyo kuwa kale oo maaratay kamid yihiin berigii hore إيران أي كم ذهب، إيران أي كم ذهب، الكويت أي كم ذهب، كل هون برم بيسون على هذا كور كم ذهب، وأي كم ذهب ده على السنة سوكي، أنا قاعد أقول ريح إنسان. واحد كويدينا فارح مركا، الرماها ضدك وحر وعي سجاه هذا كران، سومالي دو يجعش خليج إنا إذا يسوا رجال بعد إنا إذا يسوا دولة هدرس كينا إذا يسوا ما هذا الكيساس هاي إسكس عذيبة مش الدليل بعده هاي سعر تاس. كان عرفت كان كل جواب هاي جواب تيد أنا وغير من حبوه بقى كنت أسأل يقولي لك ما كان جواب يتعدي أنا سؤال شو اللي وأنا أقوله لكن جستي وح سوي دين له حواية ح دليله وح وقال إنها تور أو هاي ولا سعتي وصعب هذه information كان أي classified بيبرو راح جبت لك وصعب ها هو قرصان مركي ورا سير به هذا وال شاعي وال شاعي دجال كسر السمن كاتين مريحي ما رأيتي توبيا الحرير إلا لها خليجك وطبيعي هو ما رأيتي تاريخية وأصلين كأصل اسمه هو حاشي يسمرك حقت بوجان وقرينيكي سكي يماني ووزير كبترول كسعودي كمدة هانجري مس كوي كدم بين مس معلومات كان معلومات بدل ما صوب هاي إنتليجنس السعودي بيكون صوب هذا ما له بدل ما يكون صوب هذا يعطي ويكليكس وسنودن وضد ربع كهله مركو حدا خليجكو بترول كصوماليا إنه لصوص صاره عليس بيكو هيان عقبت بيكوهين عليس يا عقبت بولي بواه بولي بداية دامر عقبت بيها ودمها شاركله أي الله استعماري بدل أولاد بالله يجي وقت استخدم بالله لقب كل هاي أنا ذا هاي اسكو ديركي صوماليا إيو إثيوبيا استضافتني يتضافدي إلى كوي أودم بي ضافين في الضوادي بعرفتي مهم سرد مركز ضافين الضوادي أي كسر بحري مركز دمبرة يقول دمبرة مع المصر هو مركز دمبرة الصوحة حركة شو مركز خليج كي صوحة حركة شتين عين هالك هاي إثيوبيا رأي تسوق شو قبسته ويجاين ومدن صوماليا أنا نسيف هذا مو قبسين كريم الغالب بدن بيسيان عربتي أنا دكتين كلام بوي أربور كان وين لو حتى أركي سو بولي كويتين تعيان استي سعودي الله عبد السيد لكن سلام الله عليك روحي وحى أسمين يعني ضد كان بقول كي وإنك بدن تضوات المسلمين إني عاويان أو نرشو ذاد أولي ذتي إن العاوية أو أي عن يا أبال قشدان
inay uga gol lahaayeen soo lagama yaabo. Maanta iyada meesha kuma jirto. Danaha laga lahaa dana aad iyo aad khaas bay ahayd. Inta badana Soomaaliya way ku jahayd. Dana xusuusnin kale mooyey ciidamada Itoobiya markay soo galay Soomaaliya isna mubaarak iyo Itoobiya xaq bay u leedahay. Waan fahamnay ujeeddaday u galeen buu yiri. Waan fahamnay buu yiri. Leyden, they were justified. Marka basically waxa aan ku soo wado waxa weeyaan haddaad iyaga sugtoon quusha. Colaaddii baa jirtay muddo dheer. Hadda markii Eritrea iyo Itoobiya ay hagaajiyeen, heshiiyeen, waa lala badbooday afwarkii iyo ninkii la odhan jiray magaciisii Biya. Abiy Axmed, Dr. Abiy Axmed. Waa kan maaragtay maalin kasta bilo sharaf sii, lacag fara badan oo dollar sii, wixii oo dhan baa meesha ku jirtay. Kool riixaya. Waxay ahayd in lasoo kasbado in nidaamka cusub oo hadda ka dhacay maaragtay Itoobiya iyo isbedelka Itoobiya iyo Eritrea ka dhacday, iyo sidii strategic interestigooda dabiiciga ah oo taariikhiga ah loo sii hirgelin lahaa. Aw soo noqona ka dhexgalo adoo ku mahadsan isbedelka regionka iyo waxaasoo dhan iyo isdhexgalka iyo howlahan socda waa u imaanaynaa, gooni baan uga warramaynaa. Laakiin aan ku noqono arrintii shidaalka iyo xiriirkii Kenya iyo Soomaaliya intaanaan ka bixin. Inuu nala dheeraadaan diidaya adoo ku mahadsan, tafadal. Hadda wuxuu ku dheeraanaya markaad markasta su'aal la soo boodo. Inta aan markaan hadlo horta hadalkayga dhuuxo. Ay. Markaad dhuuxdaa su'aal baa kaga soo baxaya, laakiin ka sii fiirin su'aashu. Kenya ku noqo marka. Waan ku soo wadaa. Marka waxaa la damcay in la kasbado labadaa wadan oo jaarka. La mid ay mawaaqiftii dowladda hore oo TPLF-ka ay Soomaaliya ka qabtayna la isku dayay in la cusboonaysiiyo oo iyay kuwana ka dhacdhacday. Waa qaateen dhaqaalihii la siiyey, waa qaateen bilo sharafkii dahabkii la siiyey iyo oo dhanba, laakiin abii iyo afwarkii oo badbaadida iyada meel adag ka istaagay. Halkii ka istaageen? Way didin. Soomaaliya la siiyey cadaadiyo oo policy-gii Soomaaliya inaad xasuustay kari mooyee oo shidaalkii aan la qodin way ka diideen. Warheen, anaa wax kasta kuu sheegi, su'aalahaadii weydiinaysaanba kaa jawaab hayaay. Maad ka yiraa amsi hoyeysu. Maa, afka cuncunaye. Gudagal. Maya. Ku mahadsan. Waxaa jirta. Way diideen marka. Nimankii waxaa la soo dhaweystay dhaqaale badan baa la siiyey, billions of dollars baa la siiyey, Bardeen, Bariska Free, maaragtay budgetary support baa la siiyey, Imaaraadka Sacuudiga, kolba meel baa loo qabtay. Abiy wuxuu yidhaahday waxaan ahayn a terrorist government, waxaan ahayn dowlad argagixise oo argagixise nabad ku sameynaysa wadamaha jaar siiba Soomaaliya. Macnaheeda waxa weeyaan policy-gii Itoobiya ay ka lahayd Soomaaliya for 27 years before that, kasii horeysay oo tan iyo waqtigii Mangistu, kasii horeysay tan iyo waqtigii Males, waa la joojiyay. Hadda dowladda cusub oo Itoobiya waa public, way bedeleen foreign policy-gooda. Waxay leeyihiin annagii iyo Soomaaliya wax dambe colaado dhexdaa laga dhahay Soomaaliya, saan ku wada noolaan lahayn umada falkeeda qabaneena. Tii lagu wada noolaan lahaa gobol baa u dhexeeyey, gobolka u dhexeeyey shidaal baa laga soo saaray, gaas badan baa lagu arkay. Gaaskii waxay dhaheen waxaa la marinayaa Jibuuti, waddan Soomaaliya. Hadday sii fara badatana markay degto gobollada dhexe oo Soomaaliya la marinaya. Nimankan waxay ahayd Imaaraadkii wadamaha iyaga xiriir meel kale in la mariyo. Soomaalidii waxa laalay waxay u baahneed, waxay dhaheen annaga kheyraadkii waan u baahnahay, dowladda horeysa 500 bay ogoleed, kuwan 500 baa bay ogolaaday. Marka waxyaabo fara badan oo maaragtay sii jirijiray ma jiraan. Wixii oo lasoo saaray gaaska, shidaalkiina lasoo saaray, heshiiskiina la gelay, shacabkii Soomaaliyeed oo gobolka mesha joogay marka iska hor imaadkii iyo dagaalkii laisku qoriyay qoday arursan jiray, laisku arursan jiray oo dhan horta meesha ka bixaysa. Muhimadda markaa meesha jirta waxa weeyaan haddii la waayey ma kula tahay MP inuu ka run sheegi doono arrintan, maxaa lagu aamini karaa isbedelkaas? Waa ku soo wadaay haddii way ku sheegayaan maalin kasta leh the latest information kasoo baxday 1 week ago, Ethiopian foreign policy has changed. Nidaam kastoo yimaada marka ugu horeysa wax fiican uu sheegi jiray, kadibna wax ka duwan waxaas ayuu ka shaqeyn jiray. Waxaan ogahay baan ku sheegayaa maxayna ka dambo nin oo caawe Soomaali markay wax aragto bay waxay aamin waad arki doontaa. Ninkii markaas Itoobiya garaacayay oo la dagaalamayay oo dhibkii Soomaali ku haysa ka hadliyeyna